همام عايزاك تعالي اقعدي، محدش غريب. عمار وحفيدك. شمال 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 شمال. ايوه عايزك وحدك. وماله؟ اتكلوا انتوا. ما روح انت المشوار. الحمد لله بالسلامة. كنت مستنين اجي لحد عندك عشان تقولها لي يا همام. انا روحت لك المستشفى. جابر ما بيلاقيش. انت جيتني المستشفى ولا جيت عشان تقبض على الواد وتسحبه لاجل ما اتمرمط فيه؟ هو ما بيلاقيش، انا طبيت عليه وهو بيعمل ايه؟ ولا انت اللي مسلطاه؟ وهو انا اللي اتقتلت مع جاد في اوضه واحده؟ حكري عليه برضو؟ مين اللي كان هيقتلك؟ الخبر اللي جالي بيقول انت. انا اللي عايز اقتلك انت بجد؟ واعمل كده ليه؟ ما انا جايلك عشان تجاوبني على السؤال ده. عايز تخلص مني ليه يا همام؟ انت بجد ويمكن عشان عصاك وعصى عليك الرجال، لكن انا تخلص مني ليه؟ اللي بيضحكك يا همام؟ هي ارواحنا بقت رخيصه عندك للحد ده؟ تضحك عليا ابن عظيمه؟ عارفه تقولي الكلام ده تاني؟ هقطعهولك هقطعهولك، ويبقى لا شوف ولا كلام. دغري تربيتي يا همام، يا ريتني ما عشت ولا شفت اليوم ده. يا عم شهد تعملي العاملة وجاد مثالي. يعني مش انت اللي كرت علينا وجاد نتيتل؟ صحيح، العمشة تلهيك وتجيب اللي فيها فيك. يعني مش انت اللي بلغك اني كريت عليك انت وجاد؟ هو اللي كرى عليك. معرفوش. وحياة امك. وحياة امك. الله يرحم امي ويرحم امواتنا كل الناس يا همام. طب وعظم التربة وعظم التربة، انا لحد دلوقتي بعتبرك زي جابر. وعظم التربة، أنا ما مصبرني عليك وعلى جوزك وعلى ابن ابنك غير عظم التربة ده. أنا كنت راقدة في المستشفى يا همام، حد دخل عليا الأوضة وقرب من ودني وقام حسلي يا سني، قال لي كان عايز يقتلك همام ابن حام. قلت له أنت مين؟ ما ردش، ما عرفتوش. كمني ضريرة ما بشوفش يا همام، ما عرفتوش. وبعدين راح على جاد عشان يكتم نفسه، وبعدين أنا طبيت عليه. مش جابر يا همام. لا هو تحب ادهولك يقولك ما أنا كريه عليك عشان يقتلك، بس انت ما عرفتهوش كمنك ضريرة. ايه رأيك؟ لا لا ما كانش صوت. يا جابر جابر، أوامرك أوامرك يا سي همام. اشبح نفسك هنا قدام سنية عشان هتتجلد. ما بزيادة يا سي همام، ده أنا ورمت من كتر الضرب. اشبح. حاضر. أهو. لا لا لا، جلد تاني لا يا همام، بزيادة جابر. عايز تجلد؟ اجلدني أنا. يلا اجلدني، اجلد اللي شالتك كبرتك وأكلتك. اجلدني أنا بس بزيادة جابر، أحب على يدك يا همام. خد
سبتك روحها. حاضر. حكاية جد دي هعديها. مش عشان الريالة اللي نازلة، لا. عشان عظم التربة اللي كل شوية بتحلف بيه. روحي. شفت؟ عشان بس تسمع كلامي. انت فاكر ان في حد عدل في البلد دي؟ البلد دي كلها رابش، كل واحد فيهم بيجري على مصلحته. يا عم انت لسه هتقول لي شفت ولا ما شفتش؟ انا بدور على البهايم اللي اتسرقت، ده شقى عمري. استعوض ربنا فيهم. جات البهايم اهو، ربنا كرمك وفرجت، ما جوش اديك استعوضت. ده اللي طلع منك يا شيخ محمد. الله، يعني عايز اعمل ايه؟ اخرج انا ادور على اللي سرقهم؟ انا اخري يا فتحي ادعي لك ان ربنا يرجعهم، وادعي لنفسي ان ربنا ما وقفنيش الوقفه السوداء دي. ادعي ادعي يا شيخ محمد، بس لما تبقى ترجع تصلي تاني ابقى ادعي. خد هنا راح فين؟ انت ماشي. اوعى بس، تعالى تعالى اقعد يا شيخ، مالك فيك ايه؟ اقعد. وانا برضو اللي قلت افتك معك بكلمتين تقوم ترزعهم لي كده؟ يا سيدي لا ترزعهم لي ولا ارزعهم لك، احنا الاثنين همنا واحد في البلد دي، طماطم. ايوه الشاي بسرعه. ما هو عشان همنا واحد قلت افتك معك. تفتك معي ازاي يا راجل يا ناقص؟ افتك معك بكلمتين يا شيخ كفته انت. افتك يا اخويا افتك. ده وقت ضحك ده. طب ادي لي انا ايه؟ بكره تقول الشيخ محمد قال المكان ورا الهم ده كله همام ابن حامد، ما بقاش انا. ما هو شيخ يوسف ومحمود ورؤوف عايزين يروحوا له. اه هيتهموا فيها؟ يتهموا ايه بس؟ رايحين يشوف لهم حل فيها. حل؟ اه طبعا. ما هو سبع البرومبا هو اللي بيحل ويربط دلوقتي. يا اخي اصبر، ما يمكن يطلع سبع البرومبا بصحيح ويعرف يرجع حتتين البهايم. وهو اللي بيتسرق بيرجع؟ قال يا حراميه دول بيرجعوا اللي خدوه. هتفضلوا مكتومين على قفاكم لحد امتى؟ اسكت يا شيخ محمد ما تبورش فيها، دول حتتين البهايم اللي طلعت بيهم الدنيا. خليه يجيبهم، ادينا قاعدين لما نشوف. بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. انا مش عارف هيعملوا معه ايه. عاوز رايي؟ نروح ونسمع بيقولوا ايه، بدل ما احنا قاعدين كده بنضرب الودع، لا عارفين اللي بيقولوه ولا اللي يعدوه. هنروح لهمام بعد اللي عملوا معنا؟ ما انا روحت قبل كده، قصدي انا مستعد اروح للجني الازرق عشان خاطرك. اي والله. اللي بيحصل معنا ده، انا مش مرتاحه للواد ده ولا لاخوه. لا، في حاجه اكيد هم عارفينها وعملتهم مش طبيعي خالص. ارتاحي بقى يا جدة، اوعى تفتكر ان الشويتين اللي انت هتعمليهم دول هيخشوا على همام، ده يوديك البحر ويرجعك عطشانة. همام ده سعرانة جدا. بعد كده اكتم اكتم خالص وبطل تأتيت. همام ده واعر يا جدة، واعر واعر الجبل، ما بيهمتش. امشي. ده فرحان بيه خايب تويكس ده، بدل ما تبقى زيه. كنت انت يا اختي بقيتي زي سته، ما هي ضحكت عليكي واتجوزت حسنين همام. يا واد ايه؟ يا واد اكتب لقتي لك يا واد. قال صحيح، ما تخافش من الهبلة، خاف من خلفيتها. انا زي عملت في روحي كده. ها انا حكيت لك ازاي على اسراري. طب هاتي ايدك. اوعى اوعى كده اخفى من قدامي، جاتكوا القرف كلكوا. بجد يا صباح بقى رجلك، ولا انت اللي بقيتي من ضمن حياسته؟ عروسة ومن غير فرح، وهو انت كان ليك اللي يفرح لك؟ جوازة ومن غير شهود، ما الكل شهدوا عليك، مين هيعاتب ولا مين هيسأل؟ خلاص بقى، هو عزوتي وهو ناسي. جوازة من غير مأذون ولا شبكة ولا ناس، وانت كان ليكي ناس. من هو ناس؟ عصفور اللي كان جوز امك نقل الكلام، اللي كان عايز يغدر بيكي اولتها، ولا الشيخ محمد اللي عامل بتاع دين
اللي ما يعرفش غير قهر الغلابة. أنا وناس الحاج يوسف الحقاني اللي زي ملهاش إنها تختار، واللي اختارته مات، واللي اختارني محدش في البلد يقدر يؤمر عليه. لما يبقى معاكي سيدهم هتخافي من مين؟ خلاص اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني. بعد القهر همام اختارك وبقيتي ست الناس. خلاص أنا بقيت له وهو بقى حياتي. وإن يقفلولك باب بينك وبين أحباب، ما تسأليش الناس حواليك عن أسباب. وإن يقفلولك باب بينك وبين أحباب، ما تسأليش الناس حواليك عن أسباب، حواليك عن أسباب. ما انتيش لوحدك يا بنت الناس، ما انتيش لوحدك يا بنت الناس. لا تشغلك أوهام ولا وسواس، ولا وسواس. الله، حلو قوي الأكل ده، يسلم إيدي اللي جابته. الله، انت رايحه فين يا بنت؟ تعالي كملي اكلك. لا، هروح اودي فستان الابل امين. بقول لك يا بنت، كمري. يعني ايه؟ نامي عليه. عشان افرده يعني؟ وهو مفروض لوحده. يا بنت كمريه ونامي عليه يعني خليهولك. اسرقوا يا راجل يا ناقص. انا عيني مليانه ما اعملش كده ابدا. مش كده؟ طب يا اختي مش هتأخر. لا اتأخري، اتأخري على الآخر، خذي راحتك. خلاص ليا عندك امانه، جاي اخدها وامشي. فين المسدس؟ هشيل ايدي وياك تعلي حسي، فاهمه؟ فين مسدس؟ ايه عايز ايه؟ عايز حاجه ما اعرفش. قولي فين انطلق. صباح، في ايه؟
مين لعنة؟ ها؟ قولي لي مين؟ ايه ده؟ همام وصباح قتلها! قتلتها يا همام وراحت تاويها! يا دكتور! يا دكتور وقف تعالى بص صباح هتروح مني! بص! الجرح خطير قوي! أنا ما أقدرش أعمل حاجة لازم ننقلها المركز فورا! مش هتلحق! يا دكتور اعمل اللي تقدر عليه! ابعد! مش هينفع! دي مسؤولية! وممكن تكون جنائية أنا ما أقدرش أتحمل مسؤوليتها! أنت جاي تكلمني في مسؤوليات! إنهي! مسؤوليات إيه! طب يلا! هم بينا على الوحدة بسرعة! يلا بسرعة! لا! رايح فين يا شيخ محمد؟ اللي رايح فين؟ أساكت على الحق! شيطان الأخرس! وأنا مش أخرس! هقول كل اللي شفته! يا ناس! يا عالم! يا أهل البلد! الحقونا! الحقونا! قولي رايح فين؟ يا دكتور! تعال! دي نزف الدم كتير قوي! طب يلا خلص! اتصرف! حاضر حاضر! بس يلا اتفضلوا برا عشان اعرف اشتغل! يلا اتفضلوا! انهضوا يا اهل البلد! همام ابن حامد قتل صباح بنت شهية! همام هو اللي بيقتل! هو اللي بينهد! هو اللي بيسرق في الدرة عشان يبقى هو الكبير! غيطونا يا ناس! غيطونا يا عالم! همام اهو! اهو! في الوحدة الصحية! غيطونا يا خد! اعملها ولا همه! في عز النهار! اهو يا خد! فوقوا يا عالم! فوقوا! وقفوا ضد الظالم المغتري! وقفوا يد واحدة! بأي ذنب قتلك صباح بنت شهية؟ صباح مين اللي قتلها؟ صباح اللي كلنا شهدنا بعفتها وشرفها. قولولي كده مين اللي قتلها؟ همام هو ده اللي قتلها. همام اللي القتل والنهر والسرقة ما فرقوش البلد دي من يوم عرفناه. قولوا لي كده مين اللي قتل جده عشان ياخد مكانه؟ مين اللي قتل عيلة ابو الحارس عشان يلزق فيهم طال جده؟ يا سي نزلني من على مصر يا سي. يا ابني قوم شوف ايه اللي بقى. ايوه بيقولوا همام قتل صباح. ايه ازاي؟ ما اعرفش يا ابني. الشيخ محمد ماسك ميكروفون الجامع وعمال يزعق اهو. وهو فين؟ أبوك يا أخويا كان راح مع الرجالة علشان يشوف لهم صرفة في حكاية السرقة دي. راحوا الهمام. أنا قلت في الوحدة البلد كلها راحت على الوحدة وأكيد أبوك معهم هناك. مين اللي سرق بهايم الأستاذ فتحي؟ مين اللي سرق محصول القمح بتاع الشيخ يوسف؟ الشيخ يوسف اللي كلنا بنحبه وبنشهد له بالمروءة على كل أهل البلد. مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ قولولي كده. دخلنا عليه لقينا غرقان في دمه يعمل العملة والدارة. ايه الظلم ده؟ ايه الافتراء اللي انت فيها دي يا همام؟ نسي ان الحق لابد ان ينجلي. نسي ان ربك لبالمرصاد. ربك لبالمرصاد. قال جاي حاسبنا همام. جاي حاسبنا. طب مين يحاسبك يا همام؟ كل فعله والتانية قد كده يا ظالم يا ابن الظلمة. مين يحاسبك؟ في ايه؟ ايه اللي بيقوله الراجل ده؟ زي ما سمعتي بيقول ان همام قتل صباح. من النهارده مفيش ظلم ولا طغيان. حق الغلبانه اللي انت زهقت روحها رابع. محدش من اهل البلد هيسيب. هم ابن اهل البلد
هتحقق الغلبانة. ريح مظلومتها. لا إله إلا الله، إيه اللي حصل ده؟ لا إله إلا الله، اللي سمعناه في الجامع ده حقيقة يا جدعان؟ مش عارفين حاجة. لا إله إلا الله. خير؟ حصل إيه يا محمود؟ أنت من الصباح ليه؟ عاملين فيكم إيه؟ محتاجة نقل دم بسرعة. رايح فين؟ ارجع مكانك. حد بيتبت في امرك؟ لو انت فاكر ان دم الغلبله دي هيروح حضر. ايه ده يا همام؟ الله صحيح يا دكتور، همام هو اللي قتل صباح. مش وقته الكلام ده. طب هي حالتها عاملة ازاي؟ يعني صعبة أوي، هتموت؟ لا الحمد لله، الجرح سطحي مش غويط، شوية وهتفوق. الحمد لله الحمد لله. صباح، قتلت صباح يا حمام؟ انت زودتها على الكل. كرة ايه؟ كرة ايه؟ مين سكت لكم يعني؟ ايه صباح، لو جرى لها حاجه يا همام انا مش هسيبك. كله الا صباح يا همام، كله الا صباح. انت يا كلب، انت اللي هتقول لي الا مين؟ تنتقم مني عشان خاطر جد؟ ايه انت طالع فين انت ليه يا ابني؟ اسكت يا ابني. انت بتعمل ايه؟ هي عملت لك ايه؟ ده احنا فيه دلوقتي هو اللي مخليني ماسك نفسي، ولا كنت هعرف اوقف كل كلب عند حده؟ طب استهدى بالله، استهدى بالله. دلوقتي انا كنت معاك جنب بيتها، سمعت اصوات، دخلت لقيتها غرقانه في دمها. انت فعلا قتلتها يا همام؟ قتلت صباح؟ صباح فائت. صباح، صباح، صباحنا يا دكتور. ها الحمد لله. عامل ايه يا صباح؟ عطية غرب هو اللي غزل. يبقى انت يا همام اللي قلت العطية اغرب اني قتلها. حتى انت يا حسنين، حتى انت. يلا يا جماعة اتفضلوا برا، المريضة عايزة ترتاح. يلا يا عصفور اتفضلوا. همام، انت اللي وزيت عطية اغرب عشان يقتل صباح؟ ايه انت لسه ما جهزتيش؟ افهم بس انت بتعمل ليه كده؟ وليه عايزنا نمشي من القصر بالطريقه دي؟ مفيش وقت للاسئله دلوقتي، واحنا في طريقنا البندر هشرح لك كل حاجه. همام اطلع يا همام. الاتنين اللي خانوك هم. عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ قول لي، جاوب. عملت كده ليه؟ بأوامر البيه. شكرا. ولما شفت الكلب اللي اسمه عكاشة ده خارج وبيتسحب من عنده، حطيت عيني عليه ومن سكات لقيته كل يوم والتاني عنده. ومبارح طلع الجبل عند الكلب اللي اسمه عطية ده، اللي قفشته وهو بيهرب بعد عملته السودة. المرة اللي فاتت تتهلك في رجلك، وقلت لك المرة الجاية هتبقى في نفوخك. اهدى يا همام، اهدى يا همام، ما تتهورش، اهدى. بالسماحة سيدنا، طب والله ما كنت ناوي على شقها. شاكر بيبعتني اجيب المسدس من بيت صباح، رحت عشان اجيبه. أنا كنت فاكر إنها في القهوة، فجأة لقيتها في وشي. عندك ولا خطوة، ولا خطوة.
ويا شيخ الحكم والفتاة، وانت اخر واحد حينصرف من هنا. حاضر حاضر يا سيامات، حاضر حاضر. مسدس يا ولاد الكلب، مسدس يا ولاد الكلب. من امتى شاكر بيديك اوامر يا خسيس انت والخاين اللي في ضهرك؟ قول شاكر بيدور على المسدس، يبقى شاكر اللي ورا قتل جد. شاكر ورا قتل جد، وانت كنت مع جد. انت اللي قتلت جد يا كلب البيه، انت وشاكر الكلب. خدهم خدهم على القلعه. امرك يا ريس. لم يا كلب منك ليه؟ الحمد لله الحمد لله، برقت يا همام، برقت، برأت الذئب من دم ابن يعقوب. الحمد لله، ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. اعذرني اعذرني يا سيد الناس، أنا أصلي التبس علي الأمر لما لقيتها غرقانة في دمها. أي والله مش وقت اعتاب يا شيخ محمد، مش وقت اعتاب. لا وقته وقته قدام الناس دي كلها، لازم اظهر الحق. انت انا ظلمتك ظلمتك يا سيد الناس، ظلمتك وانت بريء. المسامح كريم يا محمد، المسامح كريم كريم كريم. وابن ناس كرمة كان بيدور على المسدس وكان وشه متلتت، كان عايز يخنقني في فستان الله أمامي. وأول ما شلت التلتيمة وشفت وشه راح غزيني بالمطوى وجري. معلش يا صباح، قدروا لطف. الحمد لله الحمد لله اللي أنا وصلت في الوقت المناسب. محمد قاعد بره بيرجف، ما هو الظلم ظلمات يا استاذ فتحي، واحنا قلنا له عيله مش دي. ما هو ورانا همام، وهمام سامحه ده عشان موضوع البصمات. قول له ما يقلقش، انا محيت الاثر قبل ما تاخده صباح. ياسين ابني كان مخبيه في الحته اللي هو وهي مسكتوهم فيها بظن سوء، برضه كانوا رايحين ياخدوه منها. يعني مفيش بصمات؟ لا مفيش بصمات. ايه؟ لا دي حاجة خايبة ما تشغلكش. ايش يا عمار؟ بلاش عمار، بلاش عمار. بس عمار عايزينك هناك. كان انت على هناك الحمد لله على السلامة يا صباح. لولا دم الشيخ حسنين ما كنتش فوقت دلوقتي. ألف شكر يا شيخ، ربنا يخليك يا شيخ. الحمد لله على السلامة. معلش يا همام يا أخويا، ظلمناك، إن بعض الظن إثم. معلش اللي حصل ده يلخبط الكل. الناس كلها بتيجي عليك يا همام، معلش قدرك بقى كده هتعمل ليه؟ ادخل منك نوع يا ابو الكلب. الجده فين يا ام؟ خدت في وشها وخرجت. خرجت؟ خرجت راحت فين؟ ما عرفش. ما تعرفيش ازاي؟ كنت عاوز اقول لها انهم قابشين جد عكاشة. ما عرفت.
أول ما خدت خبر خرجت جاري. خرجت جاري؟ يا نهار اسود، لكون ياما راحت لحمام تاني، ده النبادي مش هيعتقنا. يعني المسدس اللي احنا بنخافينه ده يخص شاكر بيه؟ معرفش، بس هو سألني عليه مرتين وانا كنت متلخبطه قوي، بس والله العظيم عليه ما هو اللي ضرب النار. والله العظيم ليله امبارح وكشه قابلني وسألني عن المسدس، وانا قلت له ان اديتهولك، بس والله ما كنت اعرف ان الحكايه هتوصل لكده. همام اجد المسدس ده يروح لشاكر وقول له هدية جد ليك. ده مسدس شكله مفتخر قوي. وماله؟ ما يغلاش عليه. هو كان طالب مني حد أسري. فاطر همام يتقال له برضو الدورية هتزيد. نويت على ايه يا همام؟ رايح لشاكر. وحدك؟ كلنا معك. انا مش مصدق ان شاكر هو اللي ورا كل ده. وانت مش سمعت بنفسك يا عم محمود؟ ايوه، بس يمكن الموضوع همام عم شاكر ما يعملهاش. لو المسدس ده يخصه يبقى الحكايه بصحيح، وانا مش هتهم من غير ما اتاكد. خلاص، يبقى تروح له وتستفهم منه بعدين من غير اهل البلد. الحكاية ما فيهاش بعدين يا ست البنات، أنا لازم أفهم منه دلوقتي، مش هحكم من غير ما أسمعه. تروي من شام الرجال يا همام يا ابني. يا همام أنت طول عمرك عاقل. ياسين. أيوه يابا. تعال يا ياسين. اطلع على أمك دلوقتي. خليها توضب اوضه المسافرين لجل صباح ما تنزل فيها. حاضر. انت الوحيد تخلصه على شاكر. حارفها من الحكايه الاول. يلا بينا يا اهل البلد، يلا ناخد حق الغلبانه اللي راقده جوه دي. يلا اوضه مسافرين ايه اللي عايزين تجيبوها فيها؟ لا طابة، انا ماليش دعوه، ده كلام ابوي وهو قال ابلغك يامه. تيجي هنا فين يا ابني؟ ده بيت جدعان، يعني ما نصحش حرمه غريبه تيجي تقعد فيه. انتوا عايزين الناس تاكل وشنا؟ يعني اروح اقول لابويا امي بتكسر كلامك يابا؟ طبعا، ما انت محبب ما عليك تجيب السنيوره وتيجي تقعد في ريحك. في ريحي فين بس ياما؟ والله ما انت عارفه حاجه. عرفني يا فالح، مش دي برضو اللي قفشوكوا سوا انت وهي؟ انت ليه ياما دايما شايله صباح على دماغك وزقعه؟ وعشان تستريحي مني وما تظلمينيش تاني، صباح دي ما تخصنيش انا، دي تخص جلال اخوي وهو موصيني عليها لحد ما يرد من جيشه بالسلام. تخص ازاي؟ فهمني. انت ليه ياما دايما في صباح دماغك تروح للحته الركسه دي؟ بيحبها ياما ووعدها بالجواز لما يرجع. حب وجواز وعايزها تيجي هنا؟ والله ما هي معتبها بنت شهيه، ان شاء الله حتى تطلع روحها. طب وابويا؟ روح قول لامي كسرت كلامك ومستنياك في الدار، ولو لفيت انت وهو وعملتوا عليا برم وجبتوها والله في سماء ما لا بيت فيها. السجاد داخل مرحله خطره، لازم له دكتور مش تمرجي. يعني ايه؟ ممكن يموت؟ انا ما اعرفش، هو في غيبوبه محدش يعرف هيطلع منها امتى وازاي، بس هو في النفس. بس انا خايف من المحاليل اللي خلصت دي تكون خطر عليه واحنا مش داريين. ما تخافش، اذا كان على المحاليل هنشوفها بتتجاب منين ونجيبها وانت تركبها. برضه محتاج دكتور يشوفه. انا بتاع جرح خيطه رصاصه خرجها، انما غيبوبه وحاجه كده اول مره تصادفني. خلاص، نستنى لما سهمام يجي وناخد رايه ونشوف هيقول ايه. اللي تشوفه. Thank you.
المسدس اللي كان بيتكلم عليه عمار ده اللي عليه بصماتك. وانت كنت فاكرني ليه بتسحب؟ ولسه ناوي تروح يا شيخ محمد؟ لازم نقف جنب الراجل، مش كفايه احنا ظلمناه؟ انت رايق قوي. ربنا يستر بس. شاكر بيه؟ شاكر بيه؟ شاكر بيه؟ ايه نوار يا بنتي؟ في ايه؟ اهل البلد كلهم جايين على هنا مع همام. اهلا وسهلا. ييجوا اهلا وسهلا. ايه؟ عايزين حاجه مني؟ بيتهموك ان انت اللي ورقت لحسنين همام، وبعت عطيه غراب علشان يسرق المسدس من دار صباح، وانك سبب في انه كان هيقتلها.